صار. هذه هي غايتي وغايتكم اكيد. والمساكني ويمشي كورة لحمزة، وحمزة يعدي كورة وصلوا لقدام، برافو. يمشي الكونتر اتاك ذوادي، ذوادي ذوادي المنتخب التونسي، ذوادي يعطي باس والاروع، ما فيهاش اوف سايد، يخرج حمزة، حمزة 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 والثاني من مساكني بها ضربة جزاء، ضربة جزاء الثانية للنسور القرطاجنية، الضربة الثانية والبنالتي الثاني والانذار الثاني للاقصاء الاول من اجل ثاني الاهداف للعبور في الفرس في المركز الاول يا خضراء. اذا ضرب الجزاء للمنتخب التونسي، الكونتر اتاك اللي استنيناه اللي تمنيناه، ديون يرتكب الخطا، انذار ثاني، كارت احمر، السنغال اوت الشان، تونس في المركز الاول باذن الله. ذوادي يا معلم، حمزه يتكلم، حمزه يراوغ، تتعدى الاول والثانية في إعاقة، ما فيش كلام، بينالتي للمساكن. أنا لو كنت سامي طرابلسي نعاود نعطي الثقة للذوات، نعاود مع الذوات. 1-0 في الدقيقة 88، من سيتصدى للكرة؟ شكله الذوادي مصر يحب ينفذ، يحب يسجل هدف. إصابة إن شاء الله سليمة للتراوي، نقطة تونسية حاضرة بين التراوي وعبد النور، والآن نقطة تونسية تنضاف بهدف ثاني إن شاء الله. ضربة جزاء ثانية للمنتخب التونسي في نهاية اللقاء، هل نسجل الهدف الثاني ونترشح في أول مجموعة بأقوى هجوم 6 أهداف مثل بافانا؟ بافانا القربي يحب ينفذ، القربي يحب يسجل، والقربي ربي معاه. كلهم ممثلو وطن، كلهم نسور. عداري من دياي، القربي في دقيقة 88 يتقدم ويسجل الهدف الثاني، حتى وين يسكن الشيطان، خالد القربي في الجول. اندياي يمين، القربي يسار، وتونس تمشي طوالي 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 يا شوالي. تونس تمشي للربع النهائي بالهدف الثاني للمنتخب التونسي، هدف خالد القربي في 88 من ضربة جزاء. 0-2 تونس، رسميا تونس في المركز الأول والثاني منتخب أنغولا. الهدف الثاني للفريق التونسي بإمضار القربي، 6 أهداف في البطولة، 2 من هداف القزداوي، هدف الدراجي، هدف المساكني، هدف القربي، هو هدف الزوز.